الأسواق الأمريكية تنخفض اليوم الاثنين، حيث ينتظر المراقبون تلميحات حول كيفية تعامل المجلس الاحتياطي الفيدرالي مع بيانات الوظائف الإيجابية والتي صدرت يوم الجمعة الماضية، إضافة إلى توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بانخفاض النمو العالمي. أما في أسواق العملات فلا يزال الدولار في انخفاض، حيث أن الدولار أمام اليورو أقل بنسبة 0.01 عند 1.074، أما الدولار أمام الجنيه فهو أعلى بنسبة 0.27% عند 1.5087، أما الين أمام الدولار فهو أعلى بنسبة 0.17 عند 123.51، أما الدولار الأمريكي أمام نظيره الأسترالي والذي سنركز عليه اليوم فتقف العملتان دون مستوى المقاومة عند 0.709 وتبقيان في انخفاض، مواقع البيع القصيرة دون مستوى المقاومة عند 0.709 مع أهداف عند 0.702 و 0.6975 في الامتداد. أما المعادن الثمينة فهي سلبية، حيث أن الذهب توج بخط اتجاه الهبط والذي ظهر في أكتوبر 29، مواقع البيع القصيرة أقل من 1103 مع أهداف عند 1183 و 1179 في الامتداد، أما الفضة فهي أقل بنسبة 0.48% عند 14.62 الأونصة.